اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج احلام على الطريق. برنامجنا متنوع، هدفه الاهتمام بالشارع المصري وكل مجالات الحياه المختلفه. حلقتنا اليوم هتكون عن اهم القضايا للمراه، واللي هتكلمنا عنها الدكتوره زينب محمد علي، محاميه ودكتوره في ماجستير الجنائي. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً يا دكتوره. ايه الاسباب اللي بتؤدي للمراه للجوء الى المحاكم؟ هي بتبقى بصفه عامه يعني بشكل عام الطبقات. بشكل عام بيكون في مجموعه من الاسباب، منها الاسباب الاقتصاديه، منها الاسباب الخاصه بالتعامل مع المراه في حد ذاته، منها الاسباب الضرر اللي بيقع من الراجل على المراه. بمعنى انا دلوقتي الست مش هتلجا للمحاكم الا لما يكون في خلافات، وخلافات قويه بتضطرها ان هي تلجا للمحاكم، زي مثلا عدم الانفاق، زي سوء المعاشره، سوء المعامله بالنسبه للزوجه، الاهمال، كل ده بيرد من الراجل او من الزوج على زوجته. فبالتالي ده اللي بيضطرها ان هي تلجا للمحاكم، وخصوصا حته الانفاق. بنتكلم في جزئيه تانية برضو، حته سوء المعامله من الزوج لزوجته، عن طريق مثلا ان هو تعرض ليها للضرب، او ان هو بيعملها معامله سيئه، او ان هو بيهجرها، بجانب عدم الانفاق عليها هي واولادها. دي برضو من الاسباب القويه اللي بتدفعها للجوء للمحاكم. طيب ما هو الحق الذي يعطيه القانون للمراه وفقا للقانون المصري؟ بصي، هو في مجموعه من الحقوق طبعا القانون بيعطيها للمراه، سواء كانت المراه متزوجه، زوجه لسه، او بعد الطلاق. اذا كانت زوجه طبعا بيبقى في حاجه اسمها نفقه الزوجيه بالنسبه للزوجه، بجانب ان هو بيديها طبعا حقها في المنقولات الزوجيه الى اخره. اما فيما بعد الطلاق ده بيبقى فيه نفقه متعه ونفقه عده طبعا، وفي نفقه اطفال، وفي المنقولات الزوجيه الخاصه بها. دي مجموعه من الحقوق اللي بيديها لها القانون. طبعا احنا بنتكلم عن الزوجه او في مرحله الزواج، طبعا الزوجه حقها على الزوج ان هو يعاملها معامله حسنه، بجانب ان برضه ان هي تعامله نفس المعامله برضه، اكيد طبعا، لان هو بيبقى التعامل ما بين الطرفين. تمام. فإذا صح التعامل ما بين الطرفين في الحالة دي بتنجح علاقة الزوجية. لكن تمام. بنتكلم في حتة الإنفاق، ما يتوجب على الزوج هو أن يعاملها معاملة حسنة وأن ينفق عليها، وده هو واجبه الأساسي أثناء علاقة الزوجية القائمة. أما بقى بعد الطلاق، بعد ما المرأة بتلجأ للمحكمة وبيتم تطليقها، طبعا هي بيبقى ليها نفقة العدة، مؤخر الصداع، بيبقى ليها نفقة المتعة، وحسب ما بتحكم به المحكمة وفقا لظروف الزوج. وإذا كان عندها أولاد طبعا أو أنجبت أولاد، بيبقى في نفقة صغار، بيبقى في أجور هي بتقوم برفعها. تمام. طيب هل يجوز أن يكون هناك ردود فعالة للجان فض المنازعات التي تلجأ إليها المرأة حضرتك في إقامة دعوتها للجوء إلى المحاكم؟ تمام. هو حضرتك بالنسبة للجان التسويات، طبعا القانون 10 لسنة 2004 اتكلم في أن بعض القضايا طبعا اللي بترفعها المرأة لازم أن هي تلجأ للتسويات أو لجان فض المنازعات. طبعا لجان فض المنازعات ده بيبقى دوره إجرائي فقط، ولكن أو شكلي زي ما احنا بنقول، مجرد إجراء، بتقدم طلب للمحكمة فبتلجأ للتسويات. طبعا بناء على التسوية دي بترفع القضايا بتاعتها، ما عدا في حالات استثنائية هنتكلم فيها. ولكن أنا هنا بناشد في جزئية معينة هي حتة التسوية. بمعنى إيه؟ إن لجان فض المنازعات أو التسوية لابد إن يكون ليها دور فعال. بمعنى ان المفروض ان يكون مش بتشمل على وجود موظف مثلا اقدر ان انا اقدم له طلب بالتسويه، لا، المفروض ان يكون في دور فعال للازهر، ان يكون في حد من الازهر طبعا في لجنه فض المنازعات في البدايه، في مثلا خبير بالنسبه للشؤون، شؤون الاسره او شؤون النفسيه الى اخره، فعشان خاطر يكون ليها دور فعال، مش مجرد اجراء انا بلجا ليه ثم بعد كده برفع القضايا. طب الهدف من ده ايه؟ هو هدفين: الحفاظ على الأسرة المصرية، ده الهدف الأول. الهدف الثاني، الجزئية الثانية، إن أنا بخف العبء من على محاكم الأسرة. يعني القاضي مثلا، بتكلم عن حتة الرول اللي احنا بنتكلم فيه، بنقول بيشمل عدد كبير جدا من القضايا. طب ماذا لو كان هناك دور فعال لفض المنازعات أو التسويات؟ طيب يعني حضرتك انت بتطالبي مثلا ان هم قبل المراه ما تلجا او الست تلجا للمحاكم، ان هي تروح مثلا لاماكن معينه اللي هي طبعاً مختصه، ان هي تعرض عليها المشكله ككل ويتناقشوا مثلا، ويبقى في حد موجود يحل او
المنازعات ما بينها وبين الرب. اكيد. وانا ليه طالبت بجزء او الجهه الدينيه نفسها ليه؟ تمام. لان الازهر بشكل عام يعني تتوجه للازهر يعني. الله ينور بالظبط كده. وفي نفس الوقت في جزئيه انا عندي دلوقتي خبير نفسي يقدر ان هو يعرف ايه اسباب المشاكل الاسريه ما بين الزوج والزوجه. تمام. بجانب الجانب الديني طبعا اللي هو هيدعم الموقف التآلف الاسري، مش هيبقى فيه تفتيت للاسره. بجانب في حاجه اللي هو الخبير الاسري ده هيقدر يبقى فيه توائم. فمن هنا انا هنا بحافظ على دور الاسره المصريه وما يبقاش فيه تفكيك. عدد الطلاقات كترت جدا في المحاكم، عدد القضايا الاسريه كترت جدا في المحاكم، وبالتالي اصبح في خصوصا الايام دي بالذات تمام، واصبح في تفكك اسري غير طبيعي. عدد المطلقات زاد جدا، بجانب طبعا احنا ما اتكلمناش عن الارمل طبعا، ده ليهم اعداد معينه، ولكن عدد المطلقات وما يترتب على التفكيك الاسري ده مشاكل اسريه بالنسبه للاطفال، هدم الاسره المصريه، هدم البيت المصري. فبالتالي هو الجري مش على المحاكم للحكم، هو المفروض يكون بالفعل في لجان توفيق، وده اللي انا بناشد بيه، لجنه تسويات جديه وليست لجنه اجرائيه. بالزبط. وده اللي انا بناشد بيه بالفعل عشان اقدر احافظ على ما توقع من الاسره المصريه. طيب للزوجه يا دكتوره حقوق شرعها الدين الحنيف قبل وبعد الطلاق، هي ايه حضرتك؟ ممكن تكلمين عنها؟ هو حضرتك بالنسبه للزوجه قبل الطلاق وهي لسه قائمه علاقه الزوجيه، ليها ان هو يتم معاملتها المعامله الحسنه، ان الزوج طبعا واجب ان هو يعملها المعامله الحسنه، يوفر ليها المسكن، يوفر ليها جهه الانفاق، ان هو ينفق عليها، لان ده واجبه الاساسي والشرع اللي شرعه الدين. طبعا. اما بعد الطلاق زي ما قلت لحضرتك فيما سبق ان هي ليها عدد من الحقوق زي نفقه المتعه، نفقه العده، نفقه الحضانه لو كان معاها اولاد، وليها المنقولات الزوجيه اللي احنا اتكلمنا فيها، وليها مؤخر الصداع، مجموعه الاجور اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب في حاله عدم استحاله الحياه ما بين الزوج والزوجه، ايه اللي المفروض اصلا الاجراء اللي يتم او تتخذه المراه علشان تجيب حقها او تنفصل؟ او والله هي يعني انا شايفه من وجهه نظر هو بيبقى فيه طريقين، يا اما الطرق الوديه ويا اما اتكلمنا عنها يا اما طرق القضاء. طب الطرق الوديه اللي احنا اتكلمنا فيما سبق ده عشان نقدر نلم شمل الاسره المصريه، ولكن في حته الانفصال، بمعنى في الطرق الوديه ان بيقعد الزوجين بقى بعد ما انتهت العشره واستحالت ما بينهم يتفقوا تمام بموجب اتفاقات وديه على اليه الطلاق، هل هيكون على الابراء ولا في حقوق هو هيردها للزوجه، حقوق الاولاد، وده بيتكتب طبعا بموجب عقد وبيوثق في المحكمه. اما الحاله الثانيه ان هي تلجا للمحكمه عن طريق رفع او اقامه دعوى طلاق للضرر او خلع. طيب ايه حقوق الزوجه اللي هي بتنجب اطفال ولازم الفرض ان هي او الواجب تاخدها بعد الطلاق؟ معليكي، ما بالنسبه للي بتنجب حقوقها هي الحقوق بتاعتها ايه الحقوق اللي هتاخدها من الزوج ومعاها اطفال؟ الاطفال طبعا هيبقوا هيبقى في اجر حضانه بالنسبه للصغار طبعا، بجانب نفقتهم على ابيهم من ماكل، ملبس، مصاريف مدرسيه، الى خلافه من المتطلبات الخاصه بالاطفال، سواء كانت مصاريف مدرسيه او متطلبات للاطفال زي مثلا ماكل، مشرب، مسكن. اما هي بالنسبه لها هي نفقه المتعه والعده اللي احنا اتكلمنا فيها، مؤخر الصداع الخاص بيها واللي هي شملت عليها عقد الزواج الخاص بالزوجه، المنقولات اللي شملت عليها القايمه الى اخره. طيب ايه الاضرار اللي بتقع على المراه اللي خليها ان هي تلجا للمحاكم؟ الاضرار اللي هي الجسيمه اللي بتلجا، اللي خلت يعني تجبرها ان هي تلجا للمحاكم، إيه مثلا؟ راحت زي ما حضرتك قال للازهر او قعدت مثلا قعده وديه وما وصلت عدم لحل لحل ان ما فيش ان هم يستمروا مع بعض، يعني ايه الاجراءات مثلا او الاضرار اللي هتقع عليها حضرتك اللي مثلا اللي بتخليها تتسبب ان هي تقول خلاص انا رافضه ان انا عايزه انفصل عن الشخص ده؟ حضرتك الاضرار اللي بتقع عليها ان هو زي ما بقول لحضرتك اللي هو استحاله العشره، استحاله العشره بمعنى ان خلاص وصلوا لقمه الخلافات الزوجيه وبالتالي استحاله ان هم يكملوا في العلاقه الزوجيه، وبالتالي ان هي بتلجا للقضاء وللمحاكم عشان خلاص ما فيش توافق ما بين الطرفين او الزوجين. اما لما انا جيت اتكلمت بالنسبه لفض المنازعات او الحلول الوديه دي ليه؟ يا اما هي هتحل بشكل ودي في النهايه مش هتلجا للمحكمه فيتم الانفصال بشكل ودي اكتر، وده بيكون اكتر ايجابيه بالنسبه للزوجه وده الحل الاسهل والافضل بالنسبه للزوجه.
اما لو كانت هتكمل فطبعا هيبقى في قواعد ما بين الزوج والزوجه، هيتم حل المشاكل بناء على القواعد دي. الخلافات اللي كانت قائمه وكانت اسباب المشاكل دي طبعا هتزول بمجرد التفاهم والتقارب، وده عن طريق اللجنه اللي انا طلبت ان هي يتم تطويرها، لجان فض المنازعات ان يتم تطويرها وتشمل على متخصصين سواء كانوا في الدين او من الناحيه النفسيه الى اخره. هل ده ليه علاقة بلجنة التسويات اللي حضرتك اتكلمت عليها من شوية؟ هو حضرتك لجنة التسويات طبعا دي أساسية، ولكن أنا بقول لحضرتك أنا بطلب بتطوير لجان التسويات أو فض المنازعات الأسرية عشان أقدر أحافظ على الكيان ككل بالنسبة للأسرة. طب تقترح إيه في لجنة التسويات؟ يعني إيه الدور اللي هتقوم بيه مثلا؟ اعتماد القرارات الصادرة من لجان التسويات. تمام. شمول لجان التسويات على عدد كبير أو عدد من الخبراء. تمام. وده طبعا لما هيتم اصدار قراراتهم واعتمادها اعتماد تلك القرارات، هنا بنحاول نلم شمل الاسره المصريه ككل. بيتم فض الخلافات الزوجيه بشكل ودي اكتر. بنقلل عبء القضايا من على محاكم الاسره. طيب حضرتك هي مثلا لجأت لانها للخلع، يعني ايه الاضرار اللي هتطبق على المراه؟ هي بتفقد معظم او جميع حقوقها الشرعيه، بمعنى تتنازل. بتتنازل، يعتبر تنازل. يعني هي بتديله او بتعرض عليه بموجب انذار رسمي على يد محضر مقدم الصداء الخاص بيه الخاص بالزوجه او الخاص بعقد الزواج، وطبعا بتتنازل عن كافه الحقوق سواء كان متعه او مؤخر صداع او نفقه عده. طب الهدف ده من ايه؟ يعني ايه الهدف او ايه الاسباب اللي بتؤدي للزوجه ان هي بتستسهل طريق الخلع؟ اولا اجرائيا ده اسهل ليها. تمام. اسرع من حيث الوقت. ممكن تكون بسبب الضغوطات طبعا اللي هي تحملتها الزوجه، دي اللي اضطرها ان هي تلجا لموضوع الخلع عشان تسرع في الاجراءات الخاصه بها. طيب قواعد حضانه الصغار، يعني او الاجراءات اللي بتتم عشان تبقى حاضنه للصغار سواء من ناحيه الرجل او المراه. هو نتكلم الاول بالنسبه الاصل في الحضانه للمراه. تمام. وخصوصا الام. الأم هي الراعية الأساسية للطفل. تمام. وهي الأكثر حرصا على مصلحة الطفل. طبعا بتنتهي حضانة المرأة ببلوغ سن الطفل 15 سنة طبعا، وبيخير فيما بعد إما أن يبقى في يد الحاضنة أو أن هو يعني تنتقل حضانته للأب. طيب افرض الدكتورة مثلا أن هي اتجوزت، يعني جالها حد ابن حلال وكده يعني، وحبت ترتبط بس متمسكة بأولادها، يعني حضرتك طبعا القانون هنا لما جه اتكلم بالنسبه لحضانه المراه فقال لك في حاله زواجها من اجنبي بتنتقل الحضانه لما يليها من يعني الى امراه اخرى تليها، ممكن تبقى ام الام او ممكن تبقى ام الاب او ممكن تبقى العمه او الخاله، احد النساء اللي بيلوها فبيلي المراه او الام. فبالتالي ان القانون وان التشريع وان الشريعه الاسلاميه طبعا هي ما حرمتش عليها الزواج، ولكن لقيت ان مصلحه الطفل في الرعايه ان هو يذهب لما يليها من رعايه اخرى، يعني ام الام مثلا تنتقل اليها الحضانه في حاله زواج الام. طيب ايه نفقه الزوجه بعد الطلاق بدون انجاب؟ حضرتك هو في حاله عدم انجاب الزوجه بعد الطلاق ليها نفقه العده ونفقه المتعه. تمام. والمؤخر. نفقة العدة دي على حسب يعني مدة العدة بتاعتها، هي دي لا تقل عن 60 يوم ولا تزيد عن سنة. أما بالنسبة لنفقة المتعة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، ودي بيبقى صفة تقديرية للقاضي على حسب يسار وقدرة الزوج، وهو ده بيتم تقديره بناء على ما تقدم من مستندات بتثبت دخل الزوج كام. ممكن يكون بيشتغل أعمال حرة فاحنا بنثبت ده عن طريق التحري، ممكن يكون ليه مفردات مرتب فاحنا بنطلب تصريح من المحكمه ببيان مفردات المرتب، وبناء على ده احنا بنقدم للمحكمه يساره او عسره الى اخره ووضعه الاجتماعي، فمن هنا المحكمه هي اللي بتتفضل مشكوره بتصدر حكمها بناء على الدخل وحسب ما تراه من يسار وعسر. طيب ده بالنسبه للزوجه اللي ما انجبتش والزوجه اللي معاها اطفال. تمام. ونفس الكلام بالنسبه للزوجه لان هي قاعده عامه. نفس الاجراءات. نفس الاجراءات. بس بتضيف عليها نفقه الاطفال. تمام. هو نفقه الاطفال، اجر الحضانه، المصاريف المدرسيه، مصاريف العلاج الى اخره من متطلبات طيب. الاطفال. تمام. بيسقط ده عند الزوجه لما تتزوج سواء ما انجبتش مثلا راحت جالها يعني نصيبها واتجوزت بشخص اخر.
هي بتاخد نفقه من طالقها بتسقط فيما يخص الاولاد؟ لا، فيما يخصها هي من غير انجاب اولاد. اولا هي النفقه اللي هي بتتطلبها وما يكونش عندها اولاد او ما فيش ما انجبتش، هي نفقه العده ونفقه المتعه ومؤخر الصداع، ولكن ليس ليها اي نفقات بعد الطلاق الا النفقات اللي احنا بنتكلم فيها دي، لان هي ما فيش اولاد عشان تطالب بحقوقهم. وبالتالي لما بتتزوج من اجنبي خلاص هي اخذت بالفعل من زوجها الاولاني جميع مستحقاتها، فمن هنا بتبتدي العلاقه الزوجيه بالزوج الاخر، ولكن مفيش اي نفقات مستمره بالنسبه لها، هي بتاخد حقوقها الشرعيه اللي كفلها ليها القانون. طيب هل لي السكن من حق الزوجه بعد الطلاق امتى بينتهي وامتى ان هو يبقى حقها باستمرار يعني وعلى طول؟ اولا هي صفه الزوج ايه؟ اولا هل هي حاضنه ولا زوجه فقط ولا مطلقه وحاضنه؟ لو كانت زوجه بيبقى حاجه اسمها تمكين بالمشاركه، بتفضل هي والزوج قائمين في منزل الزوجيه. وطبعا لو كان في اولاد اثناء العلاقه الزوجيه قائمه فهنا بتبقى حاضنه ومتمكنه الاثنين. طيب بعد بعد الطلاق لو هي معاها اولاد بترفع حاجه اسمها اجر مسكن او اجر حضانه بما انها حاضنه، ولكن سقط عنها صفه الزوجيه وصفه الحاضنه ما زالت قائمه. تمام. اما في حاله الطلاق ولم تنجب، فبالتالي ان القانون ما كفلهاش ان هي تستمر في منزل الزوجيه بشكل مستمر، هي مده معينه والمده دي بتنتهي بالطلاق خلال فتره العده، لان هي فتره العده بتحسب زوجه على الزوج. طب لكن لو معاها اولاد هتستمر طبعا، هتستمر لحد بلوغ سن الحضانه وهي ال 15 سنه فيخير الطفل. طيب دكتوره ما هو العنف الاسري بشكل عام؟ بشكل عام العنف الاسري هو من اخطر انواع الجرائم التي شهدها العصر الحالي. بمعنى العنف الأسري ده نوع من أنواع العنف الاجتماعي، بمعنى أن أحد أفراد الأسرة بيقوم ببعض الأفعال التي ترد بالإزاء على فرد آخر داخل الأسرة هو أضعف منه. يعني بمعنى ممكن يرد من زوج على زوجته، من أب على ابنه، من أب على بنته، من أخ على أخته، فبالتالي ليه أشكال متعددة. فأنا بتكلم عن العنف الأسري بشكل عام هو من أخطر الجرائم اللي ممكن يعني يتم ممارستها، وبالتالي ممكن يؤدي إلى تفكيك الأسرة في المصرية. بيبقى فيه مشاحنات طبعا ما بين الأطفال في أطراف البيت وكده طبعا. وبعدين معظم لجوء الأسرة لجوء الزوجة إلى المحاكم بيكون إيذاء جسدي، سببه العنف جسدي، عنف بشكل عام، سواء كان إيذاء بالضرب أو إيذاء جنسي أو إيذاء في المعاملة أو لفظي، أيا كان نوع الإيذاء ده شكل أو أشكال من العنف. طيب فده اللي بيضطرها إن هي تلجأ. طب تمام. طب حضرتك بصي إيه آثاره على المرأة أو على الزوجة في البيت؟ لأن هي طبعا أم الأولاد وهي الجزء اللي يتجزأ من الأسرة أو العامل الأساسي أو نقول عمود البيت يعني. وطبعا هو بيأثر عليها بشكل كبير جدا. يعني وممكن بقى مشاحنات توصلها لإيه؟ بغض النظر عن إن هي تلجأ للمحاكم. طيب هو بالنسبة للعنف للزوجة يعني بشكل مباشر تأثيره ده بيأثر عليها نفسيا وجسديا اجتماعيا أسريا. بمعنى ان هي لما بتتعرض للعنف من قبل الزوج مش هتقدر ان هي تبني اسره سويه او ان هي تربي اولاد اسوياء، وبالتالي ان ده بيؤثر على الاولاد فيما بعد سواء كان في المعامله الاجتماعيه او كان في الحاله النفسيه، بيسبب لهم نوع من الاضطرابات النفسيه والقلق، بيسبب لهم نوع من العنف الداخلي، لان بالتبعيه لما الطفل يجد ان الاب بيتعدى على زوجته بالضرب فبالتالي هيولد عنده نوع من العنف والصعوبه في التعامل على الوجه الاجتماعي او على المستوى الاجتماعي. وبالتالي برضو في اثار ماديه، لانك انت عشان ترجع الطفل ده مره تانية سوي فبالتالي هتوديه لمتخصصين عشان يقدر ان هو يجعله سوي من حيث المعاملات مره تانية. احنا دلوقتي كتير قوي ولا حدش بيودي طبعا مؤسسات، لا هو ما حدش المشكله ده، احنا عايزين وعي اكتر في المواضيع في الامور دي. طبعا هو دور اولا المؤسسات الاجتماعيه والرعايه، التوجيه الاعلامي، دور بالضبط. الدين، حاجات كتيره جدا لازم ان هي توجه الراجل اولا الى آلية التعامل
وإعادة التسوية النفسية لي. يعني إيه التسوية النفسية؟ بمعنى يعني ما يتوجب عليك فعله، يعني إزاي تتعامل مع المرأة بشكل عام، وكذلك المرأة إزاي تتعاملي مع الزوج. لازم يكون في إعادة، تكون متبادلة ما بين الطرفين، إعادة تأهيل. بالظبط، تأهيل الزوج، تأهيل الزوجة. أنا مش بتكلم على مستوى الزوج والزوجة بس، أنا بتكلم على مستوى المرأة والرجل، بتكلم إعادة التأهيل وهيكلة المجتمع مرة تانية لا يبدأ إلا بتعليم المبادئ. في لازم يكون نزعة دينية، نزعة دينية داخل المرأة، وبتتعلم إيه هي أولا واجباتها عشان تطالب بحقوقها. ما أنا معرفش إلا عليا، فهطلب الحاجات اللي هي مفترض إن تكون حقوق ليا إزاي. بالنسبة للزوج برضو بيبص الحقوق أكتر من واجباته. طيب في اتصال تليفوني. مدام نهى. مدام منى. من هنا. ألو. مدام منى. مدام منى معلش، ازيك يا مدام منى؟ ازاي اخبارك حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. والله بنت اختي في ثالثه ابتدائي. اتفضلي. بنت اختي حلمت لي ان اختي كانت بتصلي، وبعد كده كان معاها كيس كده فيه ثلاث خواتم ذهب، 5 جرام وعقدين. الو، اتصال خاطئ، معلش يا جماعه. نرجع لحلقتنا. قولي لنا يا دكتوره، طيب اسباب العنف الاسري ايه؟ ايه الاسباب بتؤدي بالرجل او الزوج ان هو يمارس العنف الاسري على اسرته، سواء المراه او البنت او الولد؟ اولا او العكس صحيح. البعد عن الدين، البعد عن الدين. ثانيا عدم ترسيخ المبادئ والعادات والتقاليد داخل الرجل. مفيش ترسيخ للمبادئ، ان هو ازاي يتعامل الزوجه، ايه الاعراف المتعارف عليها في التعامل مع الزوج. بجانب في اسباب اقتصاديه واجتماعيه طبعا هي اللي بتؤدي ده. الحاله الاقتصاديه اللي حضرتك او اللي احنا كلنا بنشهدها خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها بتؤدي ان الزوج برضو يعني بيبقى في نوع من الاتجاهات العنفيه، او بيولد عنده نوع من الصراع النفسي. ما هو برضو الماديات بتبقى سبب من اسباب المشاحنات والعنف، وده السبب الرئيسي. ده خلاف طبعا البعد عن الدين طبعا، لان التدين في حد ذاته او ان انت تبقى عارف دينك صح هتقدر ان انت تعامل زوجتك المعامله الحسنه والسويه. وكمان ممكن نقول برضو المخدرات. لا دي اهمها. دلوقتي اصبح نسبه كبيره من الشباب ويعني بيتعاطوا المخدرات، لان اصبحت المخدرات دلوقتي منتشره. أنا مش بقول منتشرة على مستوى معين أو طبقة معينة من طبقة معينة من الطبقات، ولكن على مستوى الطبقات كلها. أصبحت دلوقتي في متناول الإيد إن أنت ممكن دلوقتي الزوج ينزل يصرف المصاريف أو الأموال اللي ممكن يصرفها على البيت على المخدرات ويتجه ليها. ممكن تلاقي زوجة هي اللي بتشتغل وبتصرف على البيت نتيجة إن الزوج بيضيع فلوسه على المخدرات. وبالتالي هو اول لما بيتعاطى المخدرات بيصبح عنده نوع من التغيب العقلي، فده بيؤدي الى العنف وما يتولد عنه الجرائم اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي. ويعني ده نتيجه برضو ان التغيب ده نتيجه ان هو طبعا ما فيش اي مبادئ. كونك ان انت تتوجه للمخدرات او ان انت بتصرف كل النفقات على المخدرات دون انك تسعى انك تحافظ على بيتك او ان انت تنفق وتقوم بواجباتك، دي نزعه طبعا بعيدا عن المبادئ او التقاليد او العادات، وطبعا البعد عن النزعه الدينيه. الو، معانا اتصال تليفوني يا دكتوره. اسماء، استاذه اسماء. أيوة. من اسيوط. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اكلم الاستاذه؟ اتفضلي. ماشي. انا يا استاذه كنت رافعه قضايا على طريقي بتاعه نفذه، فبعد كده يعني حكمنا القاضي وحط النفقات بتاعتي كلها. تمام؟ هل يعني النفقات دي ان هي تمشي كل شهر، ولا اني انا ارفع ثاني في القضايا، ولا هي كده خلاص حكم القاضي ان هي يعني كل شهر تمشي؟ تمام. شكرا يا فندم. هي دلوقتي بتتكلم على موضوع رفع دعاوى النفقات، سواء زي ما احنا اتكلمنا نفقه المتعه والمؤخر ونفقه العده الى اخره ونفقه الصغار. فدلوقتي في جزئيه، الجزئيه الاولانيه ان هي تقوم بالتنفيذ بموجب الصيغه التنفيذيه اللي بتستخرجها على الشخص نفسه، سواء كان بتوكيل، عمل توكيل للمحضرين ان هم ينفذوا على ما يخصه لو كان ليه منقولات او كان ليه عقار او الى اخره،
او ان هي طبعا بتلجأ ان هي تعمل له دعاوى حبس متجمد النفقات لعدد معين من الشهور. فهنا بتجيب عليه احكام بالحبس. ففي حاله ان هي بتجيب عليه احكام بالحبس هيبقى قدامه خيارين، اما ان يسدد ما عليه من النفقات او يتم حبسه. وفي الحاله دي برضو انا بقول جزئيه ان 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 حته النفقات لما بيتم رفع دعاوى الحبس ما بتسقطش، لان دي مستحقات على الزوج لا تسقط بالتقادم. في جزئيه تانية طبعا ان هي ممكن تاخد الصياغه التنفيذيه اللي تم رفع دعواها وصدور حكم ليها وتطلع تتوجه الى بنك ناصر وتقدم اصول الصياغه التنفيذيه دي، وهم هيدوها مبلغ شهري كل شهر وهم يقدروا ان هم ينفذوا عليه. ولو المبلغ ده ما جابش نفس المبالغ بتاعه النفقات تقدر ان هي تجيب افادات فيما بعد وترفع عليه دعوى حبس متجمد النفقات. تمام، معانا اتصال تليفوني من الاستاذ احمد. السلام عليكم. استاذ احمد من اسوان، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل حضرتك. الاستاذ المحاميه اتفضل يا فندم. تسلمي. انا معايا مراتي عامله خلع ومعايا اربع بنات. تمام. اود انه ترجع تاني العلاقه، اعمل ايه قانوني؟ ودي كده ما نفعاش بالناس، يعني عاوزه قانوني. طيب الدكتوره ترد على حضرتك يا فندم، شكرا. اتفضل يا دكتوره. اولا انا كنت بتكلم في جزئيه الخلع يعني من البدايه، ان الخلع ده طبعا اجراء بتاخده الزوجه لتسريع يعني لسرعه الاجراءات، وان هي توصل لحل ان هي تبري من كل مستحقاتها مقابل سرعه الاجراءات وتنهي علاقه الزوجين. ولكن انا عشان اقول ان في اجراء قانوني يقدر هو يعمله بعد صدور حكم الخلع او اثناء قيام او اقامه دعوى الخلع، مفيش المشرع ما شملش القانون على اجراء معين قانوني يقدر ان هو ياخده ضدها، لان ده حقها وفقا للتشريع المصري ان هي تقيم دعوى الخلع. ولكن لابد ان هو يوسط عدد كبير من الناس وخصوصا الاقارب، وده الافضل، رجال الدين، وده برضو الافضل ان هو يقدر يتواصل معاها بشكل ودي. اما بالنسبه للمشرع المصري طبعا ان كان في اجراء اكيد كنا احنا قلنا له، ولكن لم يشمل اي اجراءات او لم يشمل قاعده معينه يقدر ان هو يتبعها. ولكن الخلع طبعا زي ما بقول لحضرتك هي ست بتسلك طريق الخلع ان هي تسهل الاجراءات مقابل ان هي تبري من جميع مستحقاتها، فهو الافضل ان يلجا للجانب الودي من جانب رجال الدين، ان انت تلجا للازهر. في هناك لجان او لجنه معينه اسمها لجنه التوافق، لجنه التوافق يقدر من خلالها ان هو يعني يعرض عليهم المشكله الخاصه بيهم، وهي هتتوسط ما بينه وما بين زوجته، وان شاء الله يوصلوا لحل ان شاء الله. معانا اتصال تليفون الاستاذ مصطفى من الجيزه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتوره مع حضرتك يا استاذ مصطفى، اتفضل. الدكتوره عايز اسال الدكتوره في حاجه كده. اتفضل يا استاذ مصطفى. اخويا كان رامي اليمين على مراته. تمام. فرماه مقطع واثنين. رماه عليها مره واثنين، فالثالثه. طب ممكن ممكن استاذ مصطفى توطي التلفزيون شويه بس عشان نسمع حاجات كويس؟ استاذ مصطفى. تمام مع حضرتك. اتفضل يا فندم. الرابعه دي الثالثه لها محلل. من الاول ممكن السؤال من الاول، معلش يا استاذ مصطفى. اقفل التلفزيون يا استاذ مصطفى عشان نسمع حضرتك. طب اتفضل. ممكن نرجع لموضوعنا تاني يا دكتوره. ايه الاثار الجانبيه اللي بتقع على الاطفال من ارتكاب العنف الاسري؟ انا قلت لحضرتك بتاثر على الاطفال اكتر. ايه الاسباب يعني؟ الدوافع. ممكن نقول الاثار الجانبيه المترتبه. تمام. بالظبط. الاثار الجانبيه المترتبه على ده في اثار نفسيه واثار صحيه خاصه بالاطفال، واثار اجتماعيه واثار ماديه. الاثار النفسيه انك انت هنا بتسبب للطفل مجموعه من الاضطرابات النفسيه والقلق، مجموعه من الهواجس، وبالتالي ان الطفل هنا هيبقى في حاله غير سويه نفسيا. الحاله الصحيه طبعا لما بيتم تعنيف الزوجه طبعا مش هتقدر ان هي ترعى الاطفال رعايه صحيه كامله، وبالتالي هنا هيبقى في نوع من الامراض اللي ممكن تصيب الاطفال.
من الناحية الاجتماعية طبعا الطفل في المدار الاجتماعي بتاعه سواء كان في المجتمع أو المدرسة، المجتمع المحيط بيه سواء كان المدرسة أو الشارع أو التعاملات، طبعا هيبقى يولد عنده نوع من العنف، لأن هو ده نتيجة الأفعال المرتكبة أمام الطفل، فطبعا هيبقى سلوكه عدواني في الحالة دي. أما الحالة المادية أو النتيجة المادية طبعا عشان خاطر تعيد تأهيل الطفل مرة تانية طبعا هتصرف العديد او المبالغ كبيره طبعاً على المتخصصين النفسيين، وبرده يعني احتماليه كبيره برضو، او يعني في احتماليه ان هو ما يرجعش بنسبه 100% سوي، ولكن هيكون اكيد في اثر. طيب وكمان نتمنى برضو ان برضو يبقى الزوجه والزوج يكون عندهم برضو وعي ان مجرد ما يلاقوا في حاجه مؤثره على اطفالهم ان هم يلجأوا للجهات المختصه. في اتصال من امل من البحيره. الو الو ايوه يا استاذه امل اتفضلي. انا معايا مشكله، بنت متجوزه ماشي تمام، جوزها مضاها على صلاه امانه ماشي والقايمه بتاعتها وكل اللي لها ماشي، اختي واحنا رفعنا عليه قضيه. انا عايز اعرف الورق اللي هو اختي مضاها عليه ده ممكن يمشي بعد القضيه دي؟ اتفضلي يا دكتور. طب هترد عليك الدكتور استاذه امل اتفضل. حضرتك في الجزئيه اللي اتكلمت عنها دلوقتي، حته ان هي توقع اصالات او ان هي تمضي بالتنازل بالاكراه، ده اسمه اكراه، اكراه قد يكون مادي او معنوي بيمارسه الزوج ضد الزوجه. ليه؟ لسلب الحقوق الخاصه بيها. اكتر حاجه بتقلم الزوج هي موضوع القايمه. موضوع القايمه لا اتفضلي. موضوع القايمه ده اكتر حاجه بتخليه في حاله مشكلة، بمعنى تمام هو عارف ان الزوجة ممكن ان هي تجيب عليه احكام قضائية بناء على القايمة. فبيضطر ان هو بشتى الطرق ان هو يسلب منها حقها ده، لان اقرب حاجة بتعملها سواء كانت قائمة يعني الزوجيه قائمه او انتهت علاقه الزوجيه بترفع عليه القايمه. تمام. فدي اول حاجه بيتدارك طبعا عن طريق السلوك اللي هو بيتبعه، ان هو مثلا ممكن يمضيها بالاكراه مقابل كمان ان يمضيها على عدد من الاصالات. طبعا هي الزوجه بتعمل ايه في الحاله دي؟ هي بتتوجه لاقرب اسم طبعا، الاسم اللي هي تابعه ليه، وبتحرر محضر بان هو قام بتوقيعها بالاكراه على التنازل عن القايمه الخاصه بيها وعدد معين من الاصالات طبعا ايا كان عدد الاصالات، وبالتالي ان بيكون المحضر ده دفاع بيحمي حق الزوجه طبعا من سلب الزوج حقها. في الحاله دي لو رفع عليها اي اصاله وهي حررت المحضر ده طبعا بتقدم المحضر في المحكمه، والمحكمه بتاخد بالمحضر ده، واذا استعانت بشهود طبعا على الواقعه دي بيكون افضل، لان هي هنا بتدعم الموقف بتاعها. فمن هنا انا بقول ان اكتر حاجه بتقلق الزوج هي قايمه الزوجيه، يعني قايمه الزوجيه مجرد ما تمضي بالاكراه تتجه على طول تعمل محضر طبعا. ده اكيد. ليه؟ بتثبت حاله بالواقع. انا دلوقتي مضاني بالاكراه على اني تنازلت عن القايمه الخاصه بي ومضيت عدد من الاصالات، وده غير صحيح، مش في الواقع اصلا. هو بيعمل كده عشان بيغدر، ده نوع من الغدر. فانا دلوقتي بحرر المحضر حفاظا على حقوقي وتجنب ان هو يستصدر احكام ضدي. فده الاجراء الاول. الاجراء الثاني طبعا ان هو في حاله قيام برفع اصالات الامانه طبعا ان هو بيرفع جنح تبديد. فهنا لا، انا بواجهه دي خيانه ائتمان طبعا، ده في غش وتدليس، في اقراء الى اخره. فهنا الزوجه بتحمي حقها. طيب في اتصال تليفوني من اسوان. استاذ يوسف اتفضل حضرتك. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الاستاذه؟ اتفضل. معلش انا معايا المدام مشتكياني. تمام. الست مشتكياني. اتفضل، ممكن حضرتك توطي التلفزيون شويه؟ والنهارده ليها حوالي اكثر من 3 سنين. تمام. مشتكياني، وبعدين حكمت لها ب 19,000 جنيه. معاها 3 عيال من وقت ما مشت، في عيل خلص كليه حقوق والثاني المفروض يكون خش الدش، والثالث برضو خلص الدبلوم، ومعاها بنتين، يعني واحده حوالي 14 سنه والثانيه 6 سنين. انا لي النهارده اكثر من 3 سنين عيالي دول ما فيش اتصال بيني وبينهم.
تمام. لا لا البنات شفتهم ولا الاولاد، الاولاد برضو قاعدين مع امه. انا لغايه طلق حكم علي ب 19000، سددت من المبلغ باقي حوالي 4000 جنيه وبسد لها 400 جنيه في 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 البنك، في البنك في البنك بودي لها 400 تمام جنيه كل تمام شهر. تمام يا استاذ يوسف، ماشي. هترد عليك الدكتور يا استاذ يوسف، اتفضل اتفضل. هو الجزئيه اللي بيتكلم فيها هما جزئيتين. الجزئيه الاولانيه ان هو ما بيشوفش اولاده بقاله 3 سنين، ففي الحاله دي هو كان يتوجب عليه ان هو يرفع دعوى رؤيه صغار، سواء على الاقل ان كان يشوف بنته اللي هي عندها 6 سنين. اما بالنسبه للكبار طبعا فدعوى الرؤيه بالنسبه لهم بتسقط. المشرع هنا ما حماش الجزئيه دي، زي ما الاب بيطالب بمجموعه من الحقوق، منها الانفاق، منها دعاوى النفقات اللي احنا بنسمع عنها، سواء كان من الاولاد او كان من الزوجه او المطلقه الى اخره. ليه هو برضه حقوق من ضمنها حق الرؤيه، فحق الرؤيه شمل بالنسبه للصغار. طب بالنسبه للكبار، وده انا تعرضت له في مجموعه من الدعاوى اللي انا اقمتها طبعا في المحكمه، ان كان في الاولاد في سن الرشد طبعا، ولكن المحكمه رفضت لان هم مخيرون وعدوا السن القانوني. طب ليه المشرع المصري ما حماش الجزئيه دي؟ هو حقه ان هو يشوف اولاده، وحقه كمان ان هو يتابعهم بشكل مستمر، زي ما ان الاولاد في حاجه الى الام اكيد في حاجه الى الاب. في النهايه حتى ولو تم الانفصال فهو الاولاد هو ناتج علاقه زوجيه كانت قائمه او ما زالت قائمه. فمن هنا المشرع لابد ان يتصدى في التشريع بتاعه الى حته الرؤيه، حته الرؤيه في حد ذاتها ان هو يشمل برضو ان يحق للاب او حق الاب رؤيه الكبار والصغار من اولاده، لان ده حقهم بشكل عام. ولكن طبعا في قصور في التشريع او في الجزئيه الخاصه بالرؤيه في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. اما الجزئيه الثانيه طبعا حته النفقات اللي هو بيدفعها، طبعا ده بيبقى احكام صادره لمصلحه الزوجه، ودي متجمدات طبعا هي بتطالب بيها. فهو طبعا بما ان هو بيسدد فيه بقى. طب نطلع فاصل بس عشان الاذان يا دكتوره ونكمل بعد كده. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وهنكمل حديثنا مع الدكتوره زينب. ومعانا اتصال سيد من المنصوره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حضرتك انا بنتي رفع بيت نفقه على زوجها، فالمحكمه حكمت ليها ب 3000 نفقه بناء على التحريات واللي هو المفروض المرتبه بتاعته. تمام؟ تمام كمل كمل، سامعينك اتفضل. طب فبعدين حضرتك ايه دلوقتي؟ احنا بنك ناصر، عشان بنك ناصر هو اللي يتعامل مع الشغل بتاعه ونخصم النفقه، فالشغل بتاعه لا احنا نخصم 40 فقط بس من المرتب بتاعه في حدود بتاعه يعني 1800 جنيه، والباقي انتوا بتتعاملوا مع الزوج، يعني الباقي تتعاملوا مع الزوج، واحنا بس ايه الشغل هيبقى 1800 جنيه فقط اللي هي جزء خاص 40%. زائد ان زوج حضرتك كل شويه يعني كل اسبوعين يبقى تنذر بالطاعه، كل اسبوعين يبقى تنذر بالطاعه. تمام. فيعني عايزين ان كتر انذارات الطاعه ديت يعني ايه حلها، وايه يعني القانون بتاعها، بحيث احنا برضو مش نتضح حقوق الزوجه يعني. شكرا. العفو يا فندم. طب نسمع راي الدكتوره، اتفضلي الدكتوره. الجزئيه الاولانيه فيما يخص النفقات اللي بيتكلم عنها الصادره احكام لمصلحه الزوجه. تمام. دلوقتي هي الاحكام دي بتنفذ بكذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان هي بتلجا لبنك ناصر، وبالتالي بنك ناصر بيديها مبلغ معين زي ما احنا قلنا، وبناء على المبلغ المعين الشهري ده هي ممكن ترفع بعد كده متجمد نفقات بموجب باقي المبلغ. ولكن الجزئيه الثانيه ان هي تروح على مكان العمل اللي هو شغال فيه، ما دام في عمل مستقر ومستمر تقدر ان هي تروح بموجب الصيغه التنفيذيه ان هي تنفذ عليه. هو بيتكلم في حدود ال 40%. هو بالفعل ما بينفس على مرتب الزوج الا في حدود ال 40% كاستقطاع من الراتب بتاعه. تمام. في حاله بقى ال 40% لو ما كانش هو كافي بالنسبه للزوجه، بتاخد اجراءات ثانيه طبعا بموجب الصيغه التنفيذيه، ان هي ممكن برضو ترفع فيما بعد عليه دعاوى حبس
ولكن الشركات مثلا لو هو كان شغال في شركة أو جريدة معينة أو هيئة معينة ما تقدرش إن هي تستقطع أكتر من 40% أو في حدود التلت بالنسبة للمرتب. دي قانون هم بينفذوا القانون ده، ولكن في إجراءات تانية هي ممكن تتخذها بعد كده. الأفضل ليها إن هي تلجأ للعمل بتاعه، لأن ممكن يكون التلات تلاف اللي هو بيتكلم فيهم من إجمالي مبلغ كبير هو بيقبضه، فبالتالي هي الأفضل بدل ما تلجأ لبنك ناصر لا، هي تلجأ للعمل بتاعه والشغل بتاعه وتنفذ عليه، والباقي تقدر إن هي ترفع بيه دعوة تانية. تمام تمام يا دكتور. معانا اتصال تاني، نورة المنيا اتفضلي. ألو نورة. طب نكمل معاك يا دكتور اتفضلي السؤال. حضرتك بصي، ما يتوجب على المشرع ان يضيفه فيما يخص الرأي بشكل عام في القانون المصري؟ اولا الرؤية بشكل عام لابد من تعديل قانون الاحوال الشخصية. تمام. وده طبعا اللي مجلس النواب دلوقتي والمشرع المصري ابتدى ان هو يقوم بالتعديل، ولكن انا بتكلم بشكل عام. زي ما في حقوق للزوجة او المرأة بشكل عام، فهناك حقوق للرجل. تمام. الرجل ليه حقوق الرؤية. طيب ليه المشرع المصري ما تكلمش في القانون عن الرؤية بشكل عام ولم يحدد سن وهو سن الحضانة؟ لا، كان المفروض يتوجب ان يعني يتكلم بشكل عام في الرؤية. الرؤية بتخص الكبار البالغين من السن، وده حق الأب على أولاده ان هو يشوفهم. وبالنسبة برضو لدون السن اللي هو الطفل، فبالتالي لابد ان يكون هناك شمول للرؤية ولا تقتصر على الصغار بس. فلو يعني انا بناشد المشرع المصري في تعديله ان هو يركز على جزئية الرؤية، لان انا كأب مثلا لما بترفع علي عدد من الدعاوى القانونية فبيصدر احكام، انا بنفذ الاحكام بحكم ان في الزام عليا. طب ايه الالزام اللي ممكن يترتب على عدم الرؤية لو الزوجة ما خلتش الاب يشوف اولاده؟ ايه هو بقى العقوبة اللي ممكن يفرضها المشرع في الحالة دي؟ طب في حالة ان الاولاد رفضوا رؤية ابيهم، طب ايه الالزام اللي يقدر المشرع ان هو يلزمهم في ده؟ لان حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك تعرضت للموقف ده في بعض القضايا. الاب كان عنده 60 سنة وفي حاجة ان هو يشوف بناته او اولاده، ولكن هو العائق الوحيد ان هم بلغوا السن. طب هل في الزام من الناحية التشريعية؟ مفيش الزام، لابد ان احنا نعالج الجزئية دي. طب في حالة الامتناع عن الرؤية في عقوبة معينة يمكن أن توقع؟ مفيش أي عقوبة، فبالتالي في قصور. ومن هنا أنا لما بيجي عدد من المرات ما بيشوفش الأب بناء على حكم الرؤية أبنائه، في الحالة دي هو بيرفع دعوة طبعا إن هو بيسقط الحضانة عن الأم. ولابد أن يكون هناك قبل ما يسقط الحضانة طبعا مراعاة لظروف الطفل، لابد أن يكون هناك إلزام على الأم، لابد أن يكون هناك عقوبة واضحة إذا لم تلتزم بحكم المحكمة في ان الزوج يرى ابنه. في الحالة دي طبعا هيطبق عليها مثلا غرامة معينة، انا ما بقولش حبس. ففي الحالة دي احنا هيبقى فيه نوع من التوائم في الحقوق. تمام تمام يا دكتورة. معانا اتصال من محمد بالغربية. الو استاذ محمد. ايوه اتفضل استاذ محمد، وطي التلفزيون شوية بس عشان نسمع حضرتك. استاذ محمد طيب حضرتك، في المادة 11 من دستور 2014 تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية السياسية. لماذا بعض الإعلاميين في بعض القنوات الفضائية الكبرى يعني شغلهم الشاغل في ان هم يعني يشوشروا مثلا او نقول اثاره الفتن في البيت المصري؟ في الاونه الاخيره او في الفتره الاخيره بالنسبه لبعض البرامج اللي احنا بنشاهدها طبعا وكل بيت مصري بيشاهدها، بيظهر نوع من التشاحنات او التفكيك. يا اما بتكون في صف الراجل بنسبه 100% يا اما في صف الست بنسبه 100%. طب ايه الهدف من ده؟ اولا الترويج الاعلامي، لازم يحققوا عدد كبير من الربح، عدد كبير من المشاهدات، ده في المقام الاول. المقام الثاني الشهره. طب هل الشهره بالنسبه لايه؟ للبرنامج والمعدين وبالنسبه لمقدمين البرامج. طب بعد كده هل هم بيفكروا في الاسره المصريه بشكل عام لما بيتم تحريض الراجل
ان هو على الست، ان الست لابد ان هي تعامله بمعامله معينه او بنمط معين او بشكل معين، ولو ما عملتهوش بالشكل ده تصبح الست او المراه بشكل عام يعني غير مستحقه ليه. بالظبط. فانت بتمجدي في الراجل بنسبه 100% في الحاله دي، انت هنا بتمجدي في الراجل بنسبه 100% لدرجه ان هو ما يفهمش ايه الواجبات المتطلبه اللي عليه. ايه الواجبات؟ ان هو الصح في كل حاجه. تمام بالظبط كده. وبيحسسوه كمان ان هو عليه الاعباء الاكبر، وبيحسسوه كمان ان هو ليه الجانب الاكبر، وبيحسسوه كمان ان الزوجه مقصره او المراه مقصره في حقه بنسبه 100%. على نقيض ده بنشوف ان في توجه اعلامي تاني بيتكلم عن المراه ان هي لابد ان تتمرد، ودي مشكله. الست في البدايه عليها واجبات، وهي حق الطاعه بالنسبه للزوج وبالنسبه تمام. للرجل بشكل عام. مقابل ده ان الزوج بيلبي جميع احتياجاتها، فهنا في تبادل ما بين الطرفين. انا مش هقدر ان انا اطيعك من غير ما انت تلب، يعني يكون في تلبيه لجميع متطلباتي من غير ما تحتويني. تمام. ايه واجبات الست بقى؟ هو ده السؤال. واجبات الست: حق الطاعه، رعايه الاسره بشكل عام، رعايه الزوج بشكل عام، تلبيه جميع متطلباته، تجاوز جميع الازمات مع الزوج، لان الحياه مشاركه، تعادل ما بين الزوج والزوجه. بالنسبه للزوج بقى ايه الواجب اللي عليه؟ ما انا قبل ما اسال حقوقي ايه اعرف واجباتي ايه. حق ان انا انفق على الاسره، ان انا احتوي الزوجه، ان انا البي جميع طلباتها، ان انا اقدر اتدارك معاها جميع المشاكل اللي هي ممكن تمر بيها. الست بتتحمل في جميع المراحل، انا مش باجي على الراجل ولكن بقول في مراحل معينه الست بتمر بازمات، سواء كان مثلا في بدايه الحياه الزوجيه او اثناء الحمل الى اخره، فهو الرجل لابد ان يحتوي ده. طيب في حاله بقى ان احنا هنمر يعني يبقى في تمرد الرجل على الست والست على الرجل، هنوصل لفين؟ هنوصل لحاجتين. الحاجه الاولانيه خراب البيوت المستعجل، ده اللي انا بسميه. هنوصل ان الاسره المصريه هتبتدي ان الست تنقلب على الرجل بشكل عام، وبالتالي انا هنا ايه؟ بهدم الاسره المصريه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاسف يا دكتوره وقتنا خلص بجد بجد، كنا يعني نفسنا نكمل بقيه حياتنا، وان شاء الله تكوني معانا في حلقات كتير، لان احنا عندنا اسئله كتير ونفسنا نسمع اجوبتها من حضرتك. ونشكر حضرتك انك شرفتينا النهارده ونورتينا. تابعونا الاسئله على صفحه الصفحه احلام على الطريق، وانتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس الميعاد، والى اللقاء.